لما طرحنا سؤال عن انه ليه رغم انه في اعترافات وفي فيديوهات بيظهر فيها جناه وارهابيين وقتله بيعترفوا بالصوت وبالصوره على عمليات قتل واغتيال واستهداف ضباط وافراد امن في الشرطه او في الجيش، ليه الناس دي ما بيتحكمش عليهم؟ ليه ما سمعناش عن حد تم اعدامه لو كان قتل، او حد خد حكم بالسجن لو كان قام باي عمل تحريضي او تخريبي؟ ايه المخططات الجايه؟ هل ده يزيد من جرعه الارهاب في الفتره الجايه، وخاصه وان احنا شفنا من يومين او يوم الفجر، فجر السبت الاسود الحقيقه اللي صحينا فيه على اغتيال 6 من جنود تبع للقوات المسلحه في اول مره يمكن الاستهداف للشرطه العسكريه منذ ثوره 30/6. خلينا نسال اسئله كتير مع ضيفي اللواء دكتور محمد الغباري مدير كليه الدفاع الوطني الاسبق. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ستي. ليه ما فيش حد بيتحاكم؟ وخاصة انه في اعترافات، ودايما بيقال الاعتراف سيد الأدلة، واعترافات بالصوت وبالصورة، ومن شهور يعني مش يعني منذ الثورة، ودايما في ناس بيتقبض عليهم وبنسمعهم بيعترفوا، ومع ذلك ما فيش احكام. هو للأسف يعني النهاردة عملنا دستور جديد وخد مشكلة وخد وقت طويل في المناقشة، وخاصة بالنسبة لمحاكمة العسكري. وقانون الاحكام العسكريه موجود وواضح، اللي بيعتدى على القوات المسلحه لازم يتحكم قدام محكمه عسكريه. الفرق بين المحكمه العسكريه والمحكمه المدنيه ايه؟ المحكمه العسكريه دايره اجراءاتها سريعه، لكن جميع الحقوق مكفوله للدفاع بنفس درجات التقاضي الموجوده في المحكمه المدنيه. طب انا بنفذ هذا الموضوع ليه؟ والسيد رئيس الجمهوريه هو القائم على المحكمه الدستوريه قبل كده ويعلن تمام الدستور هذا الموضوع. فاحنا النهارده يعني كان المفروض نطالب هذا الموضوع من بدري، يعني كل المشاكل اللي حصلت في سينا كان لازم تتحكم قدام محاكمه عسكريه. هو مش الدستور بيقول كده صحيح؟ الدستور بيقول كده طبعا. طب ايه اللي عطل ده؟ وهل أنا انه لو كان تم محاكمه الارهابيين دول امام محاكم عسكريه ده كان هيسرع من هيسرع طبعا محاكمات وبالتالي من الاحكام؟ هو مش قبل كده كان يتحكم قدام محكمه عسكريه لما كان رئيس الجمهوريه بيحيلهم الى المحاكم العسكريه؟ البند ده اتلغى في القانون العام وما عادش من صوت رئيس الجمهوريه هذا الموضوع، لكن فعل القانون اللي موجود الشق الاعتداء على القوات المسلحه والاشتباك معاه واضافه الشرطه كمان معاه، فكان لازم يبقى محكمه عسكريه. محكمه عسكريه هتجيب الردع الكافي. وقبل كده ما هم الارهاب قبل كده كان بيتحكم فين؟ ده محاكمه عسكريه وكان بياخد الردع الكافي بتاعه. لان الردع بيساوي 40% من المشكله، 40% من مشكله مقاومه الارهاب، 40% منه، 40% التانيين معلومات عن اللي بيجيبها. عندنا ازمه في المعلومات. طبعا في ازمه في المعلومات. لا ليه بقى؟ لان بعد احداث ثوره 25 يناير الاخوان استغلوا هذا الموضوع وضربوا العدو الرئيسي لهم في الشرطه اللي هو اجهزه المعلومات. واجهزه المعلومات تعتمد اساسا على مصادر كتيره غير المصادر اللي هي رسميه زي المرشدين والكلام ده. فلما يضرب الاسم البوليس او يضرب اسم مركز مباحث امن الدوله اللي هي الامن الوطني دلوقتي حاليا، فصل المرشدين والمصادر بتاعته عنه. عشان كده نفهم ليه كان دايما امن الدوله هو المستهدف الرئيسي. طبعا انت النهارده لما يكون مثلا النهارده هديك مثلا اسم اي اسم في مصر هتلاقي تعداد الناس اللي فيه لا يقل عن ربع مليون. اي حي في مصر لا يقل عن ربع مليون. ضباط الشرطه بتوع المباحث اللي بيشتغلوا فيها او مباحث امن الدوله كل واحد فيهم عباره عن اثنين ضباط ومعاهم خمس ست امناء شرطه واثنين ثلاثه مخبرين. يجيب المعلومات في ربع مليون ده ازاي؟ فلازم هيكون بواسطه المرشدين اللي عنده ومصادر المعلومات. ايه بقى اللي حصل في المرشدين دول دلوقتي؟ اتفصلوا عنهم لان النهارده كان اسمه بص اتضرب، انا هروح لاسمه بص اعمل له ايه؟ ردع عادي. النهارده الناس دي الشرطه بتبذل جهد كبير جدا لاعاده بناء المنظومه في ظل غياب جهاز للمعلومات. ما هو ده اللي هو الراس يعني اللي هو ما هو النهارده رجع بس هو بيكافح على انه يرجع يرجع مصر بقى بيعيد مصدره يرجع تشكيل مصدره نفسه من اول وجديد. يرجع مصادره بدليل النهارده وهو بينجح في كده بدليل ان انت بتجيبي الحدث بعد ما يحصل. بتجيبي اللي ضاربين، بتجيبي اللي هاجمهم، بتجيبيهم الكلام ده خلال يومين ثلاثه اسبوع بكتير بتلاقيهم جابين. لكن احنا عايزين الجهاز يبقى فيه، احنا نبقى عندنا حلويته يعني حلويته يمنع حلويته يمنع ما نبقاش رد فعل يعني. ما يبقاش رد فعل وده اللي موجود. حضرتك بتقول لي انه يعني طبعا كل اللي بيحصل دلوقتي واللي ربما يحصل في الايام الجايه ليه علاقه ب ما يعرف بالشرق الاوسط الكبير، الخطه تمام. الامريكيه لتقسيم تمام. او اعاده تقسيم منطقه الشرق الاوسط تمام. ازاي الربط؟
الكلام ده في خريطتين موجودين عندهم لو نزلوهم جنب بعض يبقى كويس. يعني القصة أصلا هي مرتبطة بإسرائيل العدو الرئيسي بتاعنا. الخريطة البنفسجي دي اللي على اليمين اللي مكتوب عليها المملكة المتحدة دي الخريطة دي هم اللي اليهود عايزين ينفذوها. دي أراضيهم المغتصبة بتاعتهم اللي بيقولوا عليها الأراضي بتاعتنا المغتصبة من وادي العريش لغاية نهاية الأصفر اللي متحدد بسود ده نهر الفرات. ودي اللي هم بيقولوا عليها موجودة في أصفار العهد القديم الوعد التاريخي الوعد التاريخي اللي الرب قاله للأنبياء بتوعه اللي أنبياء إسرائيل. فهم الملك داود هو اللي عمل المساحة البنفسجي دي كلها وش أقول اللي عمل الخضرة. لحظة غزة برة مش موجود عندهم في أرضهم. من هنا تبص تلاقي الفكر الديني موجود لأنه لما شارون قال أنا حدي غزة من طرف واحد لأنها مش موجودة في خريطة الملك داود. فهو عاوز الأرض دي تتم هنا إسرائيل. أنا يمكن عملت رسالة دكتوراه بتاعتي في الموضوع ده وطلعتها كتاب وكاتب في المرحلة الرابعة لإقامة الدولة اليهودية. الله هتقولي إسرائيل في المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة اللي إحنا بنعيشها. وانا مطلع الكلام ده سنه 2000 ما كانت المرحله الاولى والثانيه اللي هي كانت بقى العوده للاراضي لاراضي فلسطين وثم اقامه المستعمرات ثم اقامه الدوله في النظام السياسي اللي كان موجود سواء عصبه الامم او الامم المتحده بمساعده الانجليز وال يعني حضرتك عايز تقولي انه في اربع مراحل لاقامه الدوله اليهوديه بالظبط. والاربع مراحل دول مشابهين للاربع مراحل اللي دخل بهم موسى عليه السلام حضر الشعب الاسرائيلي يدخل به ارض كنعان. نفس الموضوع ملتزموا بكتابهم تماما يعني. فالمرحله دي المرحله الرابعه اللي كان وقفها بالنسبه لهم كان السادات لما عمل معاهده السلام. هم بانين الخطه بتاعتهم على الحرب على طول. لما عمل معاهده السلام وقفت بداوا يفكروا يعيدوها مره تانية ازاي. فعملوا مشكله بقى او فكره الشرق الاوسط. طيب احنا هنتاثر ازاي بالخريطه دي؟ يعني حضرتك بتقول لي انه كل الخريطه دي حضرتك تبصي لو جبنا الخريطة اللي كل المساحة اللي هي البينك دي كلها هي دي أرض دولة إسرائيل أو الدولة اليهودية اللي هم عايزينها إحنا بقى فين في الكلام ده؟ إحنا عندنا جزء صغير منها اللي هو في سينا اللي لغاية وادي العريش اللي داخل حتة صغيرة كده بتاع 2 سم من الخريطة في عندنا في أرضنا إحنا. الجزء الباقي ده كله بقى هتلاقي بقى الأردن وهتلاقي سوريا وهتلاقي العراق. لو بصيت على الناحيه الثانيه في الخريطه الثانيه هتبص تلاقي حضرتك الاردن جزء سوريا ثلاث ارباعها العراق جزء منها لغايه نهر الفرات وفوق منه. اذا لو انا بصيت لخريطه الشرق الاوسط الجديد دي هعرف منها الدول اللي عليها الدور في المشاكل. هتعرف الدول اللي جايه عليها المشاكل اللي هتيجي بقى الجايه. طب معلش فهمني كده ثاني. يعني احنا هنبتدي من يعني لو. ايه اول دوله بدات مشاكل عشان نعرف هو نمشي اول دوله بدات مشاكل العراق. فاول مشاكل العراق عمل الفتنه بتاعت الكويت. فدخل صدام خد الكويت. واحنا نحارب صدام نرجعه. لما نرجع صدام نحدد له 3 مناطق يتحرك في واحده واثنين ما يتحركش فيهم منها المنطقه الكرديه اللي هي هتروح فيها اسرائيل. وبعد كده يعمل عليه الحرب الثانية سنة 2003 عشان يزيل النظام العراقي ويقلل التقسيم على الأرض. فدي العراق أول واحدة بعديها واخدنا 20 سنة فيها اهو. بعديها يخش على سوريا. سوريا دايما مرتبطة بمصر. يبقى القلق اللي تحصل في مصر تحصل فين؟ في سوريا في وقت واحد. بس هي حصلت في سوريا وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن كل ده زيادات تونس. كل ده زيادات. هو الهدف أنا راجل بتاع استراتيجية قومية عيني على الهدف. الهدف هو فين؟ المنطقه دي. اوكي انت بقى بياخدك في سوريا في في في, في السودان وفي ليبيا علشان دول الظهير الاستراتيجي بتاعك اللي بتعتمد عليه. يقصهم منك عشان تبقى انت لوحدك. ده موضوع ثانوي زياده. يعني هو عايز ياخد يعني على حسب الخريطه هو عايز ياخد سيناء. لا هو سيناء دي في المرحله الاخيره خالص. يعني انا قصدي في المرحله الرابعه المرحله الاخيره خالص سينة. لا ده اخر بعد ما يخلص اللي في الشمال ده يبقى يجي لك في سيناء. ما يفكرش فيك دلوقتي لان انت الكتله الحيويه بتاعتك كبيره ما تظلمش في الاول. هو عايز كل الارض دي ليه؟ عشان ارضه. هو بيقول لك دي ارضي. هو بيقول دي ارضي. هو مدعي انها ارضي. يعني ده جزء من العقيده الدينيه. من العقيده الدينيه مبنيه على الوعد الالهي. وانا في الدراسه بتاعتي مطلع 24 وعد الهي نصا من اسفار العهد القديم كلها وعملت عليها دراسه سيرفيه كده. اذا كانت كلها متشابهه وحدودها وشروطها واحده يبقى ده من الاله.
لكن لو متضاربه مع بعضها يبقى ده وضع بشر. وانا وصلت للحل ده وانا كاتبه في كتاب ليا يعني شرحه فيه قوي. هل ده معناه انه مفيش حاجه بتحصل صدفه؟ لا. يعني اصل الاقتناع بفكره نظريه المؤامره بشكل كبير يخلي الواحد يتجنن. لا يعني لا. يعني انه مفيش اي حاجه بتحصل صدفه، ده كل حاجه بتحصل مترتبه ومتحضره مش من سنه ولا من اتنين، دي حاجات طيب من سنين كتير. فهل ده معناه انه كل اللي بيحصل حوالينا يعني ان احنا يعني ترس في مكنه هم بيحركوها؟ هل ده صح؟ حضرتك لما بتبص للموضوع كله حته واحده يبقى كبير، ما تتوقعش تقول لا المؤامره ما بقاش بالمنظر ده. لكن هو بيقسم القصه، المشروع بتاعه يقسمه حتت صغيره كده، اجزاء، كل جزء ياخد له بيسميه ازمه قادرها لها الناس بتوع هيدرو. هيستفيد ايه؟ يعني هو هيستفيد ايه من انه يبقى في ازمه في مصر؟ يعني هو عايز الارض، هو هيستفيد ايه؟ يعني او حضرتك بسطها لنا، هيستفيد ايه اما يبقى في ازمه في مصر وبعدين ازمه في السودان وبعدين ازمه في ليبيا؟ الاول مصر وسوريا، انا وصلنا لمصر وسوريا الاثنين. دايما مصر في التاريخ هي الدوله المنقذه للعرب في الشام، وهي اقوى جيش في المنطقه، وهي اللي دايما بتنقذ الموضوع في الشام. والنهارده لو اسرائيل هجمت سوريا في الظروف العاديه كانت مصر هتقوم معاها، ما فيش مشاكل، الدفاع مشترك، هو بيقول كده. فكانت النتيجه طبعا يبقى انا لازم اضعف مصر. اضعف مصر ايه؟ بالقلق اللي تحصل جواها دي. فتقوم ما تقدرش تنتبه للدفاع عن اي حد في المنطقه العربيه. هي اسرائيل ناويه تدخل حرب؟ امال ايه؟ امال هتاخد ارضها ازاي؟ يعني حضرتك كمان بتقول لي انه اسرائيل داخله في حرب. بس امتى؟ يعني ايا كان بقى امتى، بس هي في العقيده برضو داخله. طب وهي مش محتاجه تحارب، هي تحارب ليه؟ طب هي اوريدي كل الدول دي عماله بتتفتت وبتحارب بعض. عشان ما تخسرش. هو انا ادخل الحرب يعني هي عايز تدخل حرب وانت ضعيف، وانت ضعيف فهي تضعفك وبعدين ان شاء الله هنبقى ندخل وادخل الكلام ده. وهو بيمهد، هو ده حتى انت لما بتتابعي القيادات الاسرائيليه وهي بتتكلم تلاقي الكلام بيجهز المسرح العام للموضوع ده. يعني انت عندك من حوالي ازاي بقى شهر 4 السنة اللي فاتت مدير المخابرات الحربية الإسرائيلية طلع قال إن القلاقل اللي موجودة في سوريا قدام الجولان تهدد الأمن القومي الإسرائيلي. وقالوا على اللي بيحصل في سيناء كمان إنه يهدد الأمن القومي. لا يعني دي إحنا بنتكلم على المنظور، هو بعينه فين؟ وبعدها نتنياهو طلع وهو بياخد جواب الحكم بتاعه في شهر 4 السنة دي قال إيه؟ قال إن على جامعة الدول العربية انها ترسل قوات عشان تامن بين الجولان بين القوات الاسرائيليه وبين السوريين علشان ما يحصلش اعتداء على القوات السوريه وتامن الكلام ده ويبقى احنا لنا رد الفعل بتاعنا عنيف. ومن امتى هو بيدعو جامعه الدول العربيه تبعت له قوات؟ ده هو اي راسين عربي في الحلال مع بعض. وده كان يقصد بيه ايه؟ بيجهز بيخاطب المسرح العالمي بره ان العرب عاجزين عن تامينك. وده حصل معانا في سينا. ايوه بس لما قال انه بيجيله تهديد من سينا وان هو سينا ما بيظهروش يعني ممكن ياخد اي يتخذ لا اي تصرفات لحمايه امنه القومي او حمايه حدوده. ما يظهروش قوي، هو يعلن ذلك ما يظهروش قوي لان هو مرتبط معاهده السلام، ومعاهده السلام دي معموله بحاجه اسمها ميزان ضبط التسلح وتوازن القوى واللي بتحكمه الدول الثمانيه الكبار، ما يقدرش يجي يلعب فيها في المنطقه دي. في المنطقه طبعا. الحاجات دي محسوبه مش محسوبه. طيب هو بقى يعني لو مشينا انه هي خطه وخطه مبيته من سنوات علشان اضعاف الدول اللي هو بينتوي يدخل معاها في حرب في يعني في مرحله ما قادمه علشان يحقق الحلم والعقيده الدينيه تبقى مكتمله لدى الاسرائيليين، هيضعفك ازاي؟ هو بقى بيعمل ايه؟ النهارده لما تبقى اسرائيل هتعلن الدوله اليهوديه تبقى دوله عنصريه دينيه. طب هتطلع في وسط دول ما فيهاش دين؟ يبقى لا، يبقى انا اجيب الجماعات الاسلاميه من افغانستان، كل واحد ياخد الاماره على قده وتبقى اسمها امارات اسلاميه متطرفه، وتبقى اسرائيل لما تبقى دوله دينيه يبقى بتحامل على نفسها. يبقى المبرر قدام العالم موجود اهو. دوله دينيه في على اراضي اسرائيل علشان تبقى مجابهه للاراضي الدينيه المماثله. عشان كده دي فكره تمسكهم بالاخوان المسلمين في مصر والاخوان المسلمين في سوريا. ما هم دلوقتي متفقين في الشكل العام ان الاسد ما عادش هيتشال، اسد هيروح يقعد في اللاذقيه وطرطوس الدوله العلويه الخالصه.
والإخوان المسلمين هيعملوا دولة بتاعت حلب، الدولة السنية في حلب. طيب المخطط فشل والإخوان انهزموا في مصر. لا أنا بتكلم على الجزء الخاص بأن هم يقيموا حكومات إسلامية علشان يبرروا ليه أن هم كمان دولة دينية، أنه تبقى كل الدول المحيطة بيهم كمان دول دينية. ده إلى حد ما فشل، الإخوان سقطوا في مصر ومتوقع أن هم يعني هيتسقطوا في كل الدول اللي حصلوا فيها على يعني سواء يعني أغلبية أو دعم في كل الدول. عايزين نعرف بعد فشل الجزء ده من المخطط ايه المخطط البديل من وجهة نظر حضرتك والدراسات اللي حضرتك عملتها. سأستأذن حضرتك بعد الفاصل. ماشي ان شاء الله.